used to بيجي بعديها infinitive المصدر أو be or get plus used to بيجي بعديها الverb في ing في صيغة الgrand. Used to امتى استخدم used to؟ جه بعدها على طول المصدر. لو بتكلم على حاجة اتعودت تعملها في وقت الماضي متكرر حدوثه ولكن اتغير في الوقت اللي احنا فيه، في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي انت ما عدتش بتعمل الحاجة ديت، ولكن used to بيتم استخدامها لما بنتكلم على موقف كان بيحصل في الماضي متكرر على طول repeated action or state in the past which has now changed. She used to be a long distance runner when she was younger. I didn't used to sleep very well, but then I started doing yoga and it really helps. Did you used to come here as a child? Be used to means be familiar with. She's used to the city now and doesn't get lost anymore. يعني هي دلوقتي بقت كويسة أو بقت familiar مع المدينة اللي هي عايشة فيها حاليا وما عادتش بتوه خلاص، يعني المفروض كانت بتوه الأول لكن دلوقتي بقت familiar. He wasn't used to walking so much. هو ما كانش متعود يمشي كتير and his leg hurt after the hike. يعني هو مش familiar مع أو مش متعود على المشي لمسافة بعيدة أو المشي بكثرة مما أدى لرجله اتأذت. I'm a teacher so I'm used to speaking in public. أنا familiar وأنا مرتاح ما بتكلم على العامة لأن أنا teacher. تمام. Be used to. Be يعني verb to be يعني am is are. Used to بيجي بعدها على طول الverb في الـ a في الـ ing في الـ grand. في الحالة دي معناها ايه؟ Be familiar with. Get used to. Talk about the process of becoming familiar with something. يعني حاليا انت مش familiar مع حاجة معينة، انت مش متعود على حاجة معينة وبالتالي صعب عليك، لكن انا هبقى كويس ان شاء الله في something او في حاجة معينة. وفي الحالة دي ده مثلا ايه؟ I am finding this new job hard, but I'm sure I'll get used to it soon. It took me mother years to get used to living in London after moving from Pakistan. I'm getting used to the noise. Now I found it really stressful when I first moved in. الجمل اللي احنا شايفينها ديت على سبيل المثال اخر جملة I am getting used to جاء بعدها noun عادي، او في الجملة اللي فوقيها It took my mother years to get used to living جاء بعدها الverb في حالة الgrand مضاف إليه ing. ده معناه إن العملية ديت أو طريقة العيش في لندن مثلا أو النويز أو الضوضاء اللي حواليها أنا مش متعود عليها ومش familiar معاها، لكن بعد كده هاخد عليها، بعد كده هبقى familiar، بعد كده هبقى متعود عليها واخد عليها وبالتالي مش هتسبب لي أي مشكلة. تمام؟ درس انتهى.